بسم الله، الحمد لله، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أيها الأحبة، درس سؤال الشيخ وحكوس عبس السنية هاي مجالس الذكر والعلم أما فردي هذا إلهي لغو حصه سبحانه وتعالى لغو وينيه لغو برتو دين تعالى سبحانه وتعالى فهنا قلنا قفك بن آدم كيه سيدا الله وأبورين ويهي إنسان كو اجتماعي أما سوشيال بدبل شن ماذا تشعلي وذا الشركة يينو مالي ما ضه نعب عزل ذا أما كليني ماذا إنه كلين نولا ضه نولا شي صاي وحشة كدر يمت لكن وحكى لقديسن فردية دي مجالس بني آدم السوي ما ضه مجالس غاركود ومجالس للذكر والتعليم وفردي إلهي لو حصيه لغو عبادة السنة دين لغو برانا مجالس تقاركونا ومجالس اللهو واللغو واللعب ومجالس عيار وقت اللومن انترتينمنت وحيكو شاقان لغو وضع مجالس تقاركونا ومجالس المنكر والغيبة والنميمة وقبا فردي خدري راه فإن ليس عن طائعين دتك ليس قدروا إيو حمو أما وحي دين تنهديدي ألا الرابعين لك الشقايا إذا وحور دمي هو مجلس مدوالبا لكن مدبا وحلق لتغيوك حرين يحي كي يوحى الله سبحانه وتعالى ينفري إن نكي الله مثلا مجالس تاسي دين حمد الله وهيو أما حنها هاتو أما النميم نما يدد لسكدري هاتو أما وحكى لو الدين تديدي ها هاتو بوبها عين كاسي إلهي وحلي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إلهي وحلي سبحانه وتعالى ما لها آياتك يقال غلهم بنيه أما دين توحلق غشي غيه أما إلهي لغو عاصين أيه waa hala fadhiisan nin baa ilaahay yidhi fadhiyada ha ka qayb gelin inay war kala akhrinayaan mooyaane hadiiba mararka qaarkood shaydaan ku ilow siyo fadhi caynkaasi aad ka qayb gasho markaad xasuusato ka kacba la yidhaho ha ka qayb gelin aayadda kalena waa ka ilaahay ku tilmaamaya innakum idan mithluhum fadhiga haddaad sii fadhido ka mid ahaato kuwii waxaan waday baad la xukuma tahay kuwii وحكم وذيب الله حكم طاي نبغنا عليه الصلاة والسلام حديث كإمام الترمذي هو رين أيه شيخ الألباني نصح يقول المام أيه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم تطق قوم مفرستان وابقى سؤالنا إلهي نكو حسيني النبي نكو صليين عليه الصلاة والسلام هذا يتاسي دعضه آخر بربك النغضة أما خسارة ترى خسارك النغضة إلهي هدو دون فردقة وكو عذابة وحيكا كسبدين هدو دون نوود بدافة إذا فردية دو ترب دنيين نادية ضدك التقان نادية قم مساجد با ما مقاحبا ما قرانك كوبادا لغو عياري روايدا يا كونسرتسكا لغو ديغا نادي قاتك قيب قشاوا كي وفردي كودير الكا وايو وحلوغ يقفك بن آدم كي كلي إنا نوشوغ كرين كلي دونا دي وقابك بن آدم كالله عقابة حبسي يضغطك تغمرك لغو حلو سل أما حبسي انفرادية كده حبسي سيسيا حبسك عادي ضد بعض أركيسال وغسو دينية
لكن مركز ما حبس قاعد يبكي جيسته اما بس بلوتي كالي دولة داي ربطين كو عدادي سو وحل سيجي يا حبس كالو عزل انفرادي كلية سنزانة دي رافر دربي وانا اتقف بني ادم اركي ان البني ادم اركي واذا ما كوا عقاب لكن بني ادم كمرك هذا اركتي ويمان السمحات ويمان السا مر بي كا عقاب تاهي كرون تاهي مجالس تغاركوت هدو مجلس كات فرسان السيئة هاي من دنب يرد بيو مشاكل كتير آخر هذا أما أدون كذا كا انفرادي جاي عزلة دابا دابا كا حبس دابا دابا إذا قفك مسلم كا أما دتك مسلمين تي النادي جا هو هنا إلي هو مساجد مساجد بقى اللي يدي شنطة صلاة دتك كل ما مساجد كا اللي يدي حافظ حي جدتك وددقاني عيد كم جمعة مد قراه سوية ما دو وهل يلي مقالة ددتك وددقاني هدانا عيد برنام قراه سوية ما دان ما اللي يسكو برطو أقول اللي يسكو يدرسدو دين اللي يسكو شيغو قفق مسلم كا مجلس كي سمر وقوري كي ما دو وي ما دا ومساجد مساجد دونا يقول إلهي وحتى الماما يا حب بقاع الله إلى الله هنا يكتسون نبو شيري يقول إلهي ماشي اللي قلت عليه يقول طاهر سنة يقول نظيف سنة ماشي النور كبحه أيت هو كإلهي قرآن كنت الماما يا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال إلهي وحكت الماما يا افتينك يا هنونك يا وحاسد منو يا له وريهاسي قواس أنا إلى هاي فريا إن فر لي يالو وأما اسمها النقطة أما التعمير تكلبها النقطة هل كاسبا إلى هاي الرقية قانا قوحي صنبا يا رب تلمامي سبحانه وتعالى هاي أتكلم وكالا لي إنما يعمر وحا عميره انت بدان عميره دا ملادات قوحن بيوار كان اسمها كان عميره دا نبطاه ويند عبادة اعتكاف وردي يو قرآن نخرس يا علم براشة كو عمرتي مساجد دوحة عمرة با ليلي كو ألا يمانة قيامة رميسان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إليه وقت المامية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين سريوها تلمامي مساجد إن الرق شوغان أما الضد شعل إن نفتو ذا طاهر يالا طهارة حسية هي طهارة معنوية با ضد ربا نفتو ذا إلي ذنوب تكم ميدان ويسدو ندم بقوا ميدان يو وبيسك يكون شرع وفري إن عبادات كالي الله سميني أنا وام ميدان مساجد داسي وحلينو تلمامي صلاة قرينا نهينا حتى فرق يسوني عبادية سيدك أدتك ما دوفر لسطه وعبادة وطغان إن عبادة الاعتكاف انت بدان إنه عبادة وحمد يوم مسكح دين وقعدة طيب طبعا كان رمضان وما كان مغشا يضع اعتكاف لقى حد ليه طبعا كان رمضان إلا اعتكاف أبا ينوق لكن على المذهب الشافعي ساعد نص ساعة طبعا دقيقة على اعتكاف كرا أركض مساعدك سوق شبه هداد نييسته معتكف باطاي إلى هنا وحلي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سيدي وقيت فرديس حتى هدانا ضد له هذا القرآن أخرين أو وحبك للصبينين إن تفرده أي عبادة ومشى إلهي كنت المام أيوه إنه يسوي شو إضافي مساجد الله لله أما بيوت الله اللي قلت الماما يسوي له الدنيا دور دان له أنا عيدنا الله شيئا كريني لكن واحد الله شيئا يكون محال له إضافي ووينيد اللي وينين يا مساجد دا يا شرف دا الله شرف يا درادي إلهي نوع قلت الماما يكون مساجد دا إن لعمرو الديدة إن الظالمين تقوى وينيه ومن ظلمه ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماشي هس عدي ديدين لغو اعتكاف فاهم الله سوي ما دمع عدتك ودي ده ربطينا مساجد وخرابته إلى وقت الماما ينيدتك عدتك وظلم بدنيه. نبينا عليه الصلاة والسلام حط الماما حب البلاد إلى الله مساجدها قال لك ماله تشعلي إن تاي مساجد دي. ما لها الا اكتسل لو قلنا عبيه ان السوق يغطي وهي السوق انت بدل لغوي هي صيانه هي غش هي وحتى لك صعبه لكن مساجدك انت وبدن له وعباده هي تكوين الهي كحري هي اياك صعبه. ايها الاحبه هل ان مركز النادي المسلم هو مساجد ومضى دارك مساجد دي دواي مرنت هاي وامض سيقو ايسا نفتك بحيسا ومن هذا دركت مساجد داد وعمران تهي وشوغا وضد المدين كوب عيان اما داد شرين نقريا. ولذلك با مساجدكم رسالة روحية ولي وين الله اللي حصه ولوين ايو ودين تيسا لغبرته واخرا لغا حضنه ولغا فكره ولغو ديار قروبه وربي لغو حجناده رسالة دا ولي رسالة اجتماعية ولي والله تلقى لي بلشد مالا اسكو براتو وكودا باهان يكودا نبا حيساتو يكودا مركا لوا يلا قرتين وحنوصر يلا صوب وقانا يو ومال ددكو بلشا اهان لو تلقى لينا اسكو برتان ساسانو هم سيدك نبقى عليه الصلاة والسلام رسالة تعليمية ولي ومال وحلو برتو ومسلمين علم قانا ينماتا نلعنو علم مادي علم ديني يمتشريني علم ومساجد هم اللي يقولوا يشري مرة دو علمي وهي علم وإما إلهي مخلوقات كيسي وفعاشي سيئنا تبرنا سو إيا إلهي كلام كيسي وحي كيسي نتبرنا سو والله بضم دو الله بضم أنا مساجد اللي يقولوا يشري وحرائم كما غشان دوني دين لإله وكرسي هبل كرسي وكرسي دي مساجد اللي بيجي يشري علماء المسلمين تي وحكوا آخر يشفتوا كي إذا الرسالة ده اجتماعي قابوا النادي كان إليه ومساجدكم دنت اللي قال لي وحكم اذا انت كمسلمين تسوي ما دان وكل ما وكود باهن عاويا وكود بكل غصب بغض وكود اسكو بوقي لو ورمه وكا نبتا عمان اي نبتا لا لا وداغو اما لا دعيو ما دام عين كاي هي ساجكو مال نادي للرب قفك مسلم كينا مرنا بكم قناني النبي عليه الصلاة والسلام في صحابة يسير مساجد كفردية هي قالت تمي مريم تشيح حملة وأبارك حبر الساعين كان غير مضرة أبي تاني النبي قلت مساجد كخل بدية أي حكوت دتك كبوري وروح على سكو صلى غريش يعني دتك باهاني حتى ماشي إيمان أي عهد النبي قوحوها مساجد كاسي. ولذلك ما كان صوك هو نبغى عليه الصلاة والسلام وحين خجر كرنا مجلس كيسي وها مساجدك هي مش وحقو آخرنا يي حديثك عن كهاي حنظلة الأسيدي حنظلة الأسيدي بملا الله آخرية الأسيدي نقول آخر ده سحابي كاسي وكم ذا من كتاب الوحي لمن في وحي غوري شري يا مالنا أبي بكر لا كل ما أبي تنو هولي سكور أبي بكر بقول وهولي نافق حنظل حنظل هو منافقون هولي سبحان الله ما تقول تبي تنو هوي دي محاشرة حنظل هو حكور رمي مجلس كان النبي قايل له فرديان تشوغان مركب فرديان ايو نبغ الجنة يا النار يا آخرة وحصوصيه وحد نودة يسيبه لينا الرأي العين تاي إن أنه أركي نوى جنة لفتي دي يا النار تلفتي دي وعبسي مركة يهن قريبا يمن أياد لكن ما كانوا مساجد دكات تقنبه لي قريبا هي تقنوه عافصنا الأزواج والأولاد والضيعات يا أنه الدمر كي يجي يا عهورتي يا الضيعات وحالي لا قفقوا حكا شكايهم
ama xoola ha noqdaan ama beer ha noqotaa ama xoola ha noqotee iyo dayacaadka iyaga aan u tagno badan oo wixii ka mida baan ilownaa buu leeyay. Yani wuxuu leeyay isbeddel baa yimaada quluubta iyadu dareenkay qabtay markay masaajidka fadhiday ee nebiga la joogtay iyo markay guriga iyo shaqada iyo meelaha kale joogtay isbeddel baa dhacaya. Dabeetana Abibakarna wuxuu ku yidhi annaba taa waa dareemaaye bal inawadi nebiga u tagnay. Nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tegay sidii baa loogu sheegay naafaqa xandala xandala wuxuu leeyahay baa layidhi ilaahay rasuulkiisa iyo waa munaafaqa uu leeyay. Munaafaqnimadu tilmaamaya waa isbeddelka yar ee ka dhex dhacay markuu gurigiisa joogay iyo markuu masaajidka joogay difrenskii u dhexeeyey. Wama daaka buu nebigu ku yidhi way u sheegeen. Dabeetana wuxuu ku yidhi sida markay la joogtaan tihiin haddaa ku daa'imi lahaydeen malaa'igtaa bay idinku salaami lahayd suuqyada iyo guryihiina iyo wadooyinka malaa'igtaa idinku salaami lahayd. Taa macnaheedu maxay tilmaamaysaa? Sida dadka qalbigood iyo ruuxdoodu isu beddesho markay masaajidda joogaan oo aanay isu beddelaynin markuu guryaha la joogo iyo meelaha kale marka la joogo. Sa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay saacba saaca, yani saacad kasta masaajidku dadku ma fadhihi kareen. Saacba saaca maaha saacad xalaal iyo saacad xaraan maaha, waa saacad walba masaajidka laguma jiri karaye. Ashyaada mubaaxa idinana waa la samayn karaya. Majaalista iyo ka qaybgalkooda xawaali 13 faa'iido ay leeyihiin oo nusuusi ku soo aroortay inu isu tilmaami doona mar 13 shay oo tilmaamaya majaalistaasi mudnaanta ay leeyihiin iyo qofka muslimka inaanu ka maqnaanin. Ka koowaad waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay ilaahay baa rasuulkiisi ku yidhi majaalistaa fadhiiso wasbir nafsaka mac aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati walcashiyi yuriiduuna wajha wla tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati اdunya wla tutic man aqfalna qalbahu can dikrina wاtabaca hawaah wakaana amruhu furuطa. Ilaahay wuxuu yidhi waxaad naftaada ku sabirsiisaa inay kooxda ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa iyo baryadiisa ku mashquulsan gelin hore iyo gelin dambaba inaad majliskaa ka qayb gasho kuwa fadhigaagu inuu u bato. Haddii ilaahay rasuulkiisii la yidhi fadhigaagu kuwa ha u bato innaga xagu u badanaya markaa. Waxa uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya dawrka cibaade ee weyn ee uu leeyahay ayuu nebigu wuxuu leeyahay majtamaca qawmun fi beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim sakiina وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قولي قريا كم إذا ذات الشغمي ما دو إلهي قريه سكم إذا إيغو علق التعليم وضع إلهي كتاب كيس الدراسين إيو برانايا وحي السماء إيغو برانايا تاسي هداي دعضب نبي قولي دكتا وحكو سودقاء السكينة وأنت دكو حكا عبانايا maxaa la yidhahdaa degenaashiyo la-aan iyo warwar iyo walbahaar iyo anunadan cusub aynu meelahan ugu nimi anesati iyo maxaa la yidhahdaa stress iyo waxa la sheegaye anunaynu dhulkan ugu nimi iktiaabka iyo waxa la nooc ah. Waxa uu nebigu tilmaamaya nazalat calayhim sakiina, kuwa xasilooni baa kusoo degaysa. Qofka warwarka iyo walbahaarka iyo balaayinku waa ka degaya, wuu xasilaya. وغشيتهم الرحمة إلهي نحرستي سنوي دبولي سهل انت أدو باهمتين إلهي كون نحرستو إلهي نحرستي سنوي دبولي سهل. وحفتهم الملائكة ملائكة نوي سكو حيري سابالي أفقا وحر إلا بكات شيء شيء كالات كوة يغارتو ملائكة نوي سكو يغاري سينا وفرسان سهل كور المجلس ملائكة فرده ده دات فرسطو ملائكة نوي بوسكاس مجلس يوكي غيب قلي سابالي انت وحا دير وذكرهم الله في من عنده. بني ادم يحب البروس الا شيخ شيخ جعلي اسكا ابو رضي انه يرجع جعلي اقرانتي سابا اصحابتي سابا كانوا كم غضب اما ضدك على الاقل انت سوى نفي عن رايك صدق هذا الى يحلي مجلس وحن كوين بلغا شيخ يعني. شيخ شيخ ربطنا حق الربيع لقى شيخ شيخ
فذكرهم الله في من عنده إلهي بكو الشيخ شيخ سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة مجالس علم قال غبرنا أيوه هل لقى فائدة خاصة المام إلا أحد ما دام مساجد أي رقو قبة نايين هوين كينا النبي قال أنت وي ما دين الصحابة دي هوين كي الصحابيات كهيكو إلى هذين غلبنا عليك الرجال إلهي رسولك سيو رقب النوقع حقبة طيب فاجعل لنا يوما من نفسك أنا مالي نوصمين هذا احنا برتد تبعتنا النبي عليه الصلاة والسلام يا جرام عالم بو بالله قاضينا وحبره كان رقي يدو مربع إذا نكما ما رنتو إن لقو حلمو إن لك إلهي ذكر جيسا هي علم قال لقو حيو صدح يتمكى شيء إن شيء إن مدوا كاكو وادو أه إن إلهي رسول كيسي فري إنو دكاسي لفرستو لكو كالله بادو أكار إنو تلمام إنو أه ملائكتو إني كوسو ورغسو قوب تاسي قوب ملائكتو كقيم كشي نيتاهي كصدي حدوى إن حارس كوى الذاكرين تي إلهي حصية أما إلهي برانا يا سبحانه وتعالى يا دين كيسة إني إن حارس تألا دبوليسو كافرادوى سكينة عسلوني داسين يسو دغسو كشان أدوى إن إلهي أكتسي إن كاشيك شيغي تالي حدوى مجالس الذكر دات كفردية إن إلهي دبغو دافعي كافرادو حتى هدانا ذو كوي وقستي هين ان ماشا كور ديدو وكو صوب بغضي ورعطاين الى هي كوا هبضات بغضي دبقا قلق نافيو كشان ادوا مباهات الله للذاكري ان الله سبحانه وتعالى حوب الشيخ شيق ايو مباهات في اللغة وقفان الهي دي نغفان وغوبة هنه ملايكتو كوان شرفتي دو دا حوق لو شيق ايوية كتب نادو حيلا هدان وإن سيئات كود حسنات لو بدلي تقوى بيطمنات وعد مجالس تأسكت تكتين يغنى إلى هيك شيء سنية فلا بيطمنات وقدك الصالحين تايا لدقن كود يوحلق فائدة على كل حال هدين نصوص تا نصود وضمنين تا نخريبوا نصوص نبي كسوغن عليه الصلاة والسلام توحكم إذا نصوص تا أخريو نبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة ومكورين هي حديثة في الأيام صحيحين كوكويا الله حديث صحيحين كوكويا الله صحيح مسلم كا هي بخاري لبدا بوكويا الله حديث كاسوحة وتلمامة يا إن لله ملائكة سيارة فضلة أو فضلة إلهي سبحانه وتعالى وحلي ملائكة صعطه قرنك مرته ملائكة سوحي الرادسة مجالس الذكر ما لها إله اللي هو وينين هي لغو حصيه مركة هلان مجلس إله اللي هو حصيه أي سيارة نوحي نادان ورهوكا بين الشغاد كي هلين ناك علي لبتنا قوب تاسي فرستان واسقوا إغارة سيدي نشيغين إلا إيو نلقى إلا عركين تورنا حيسابي بوحيا مركة أي kala tagaan dadkaas ay malaa'ikatu kor qabataa ilaahay baa weydiiyay isagoo uga aqoon badan dadkani waxay sameeyeen kaga ka timaadeen waxaan jiina min indi ibadika fil ardi yusabbihun aanu kan ma adoomahaagi oo ilaahay ku tasbiix sanaya oo xumaka hufaya oo ku weynaynaya oo ku wixidayo kaliya la ilaaha illa allah dale oo ku amaanayo ku mahadnaqayaanu kanina وماذا يسألونني بالله ويدي محي ويدي سنية وحيد هذا وحيك ويدي سنية جنة هذا مي أركان با إلهي كو إلى هذا جنة هذا مي با إلى هذا فكيف لو رأوا جنتي جنة هذا وحي النعمة يا الله هذا أرك لها محي يلي لها يمالي يعني وصيبة لها يويا معنى كتيرا وحي كان مغنقلي يمالي محي مغنقلي ينو النار بي كان مغنقلي هذا أرك لها محي سمعي لها يمالي سايك لا يربي دم الناس بك ويجي سنية إلهي وحو إلى هذا سبحانه وتعالى سو حديث تلمام غد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا ودم يقول وان نافع وحي ويجي سنية نوان سي وحي إلهي يمغنقلي نوان كمغنقلي
وحيالله إلى هاي إلى هو نجم جنجلنا وكم جنجلنا يا ملاك تامر خاو حيد هذا إلى هاي يوم يدب فردي دمبيلي سواه رواية كغاركود نوحيلي مد حاجة كلا دان كلا وتيبا يسوي شوغان هاي غلطي إلى هاي حسيسي السجن وانود مدافع با إلى هاي هذا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ودول صلى فرستانا أنو هوجين با إلى هاي سبحانه وتعالى بمجرد انه ما شاء الهي اللي روح صيك قايب قلي وضدك صالحين تا ولا فرشتي اي الهي سبحانه وتعالى دم بيس خلافة حديثك كالي ورين ايو ابي سعيد الخدري معاوية ولا بس حابك كالي ورين ايو معاوية وحو ارسي مساجد كحلقة فرده وحورين يا حديث كوينو نبغى كي حلقة ضاعين كان دبتنا معاوية نسلي سلاك بصبين يا سيدنا محيطي نمان حلقة فردية مساجد يقودي يسابه ويمي ورقا اللهم أجلس محيطي فريسية ما شباليني فسيدا إن جلسنا نذكر الله ونحن فريسنا نقول ربنا إن إلهي سبحانه وتعالى حسنه معاوية ودارية وحولي إله باني دو كل دارية ما إنت أضعوا فريستين تينوا بيدك هاي تفردية كانت قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك كان مويانا وحكا أنا ما فريسيني فقولي تهم أنا دينك قبو إيدين مردار من وحانا ندين شيء النبي محمد عيدنا إيجا مدوي لكن هدنا حادث بدنا الومورية بولي معاوية كتاب الوحي أنا وكمدها ولا شيء ندين النبي يا قبي حبيبة ساسي دردد بمعاوية وحلي تتكي النبي قول دواب أنا حي هدنا حادث بدنا مشي قبولي لكن إذن كوان دي شيء يا الحديث كان دي شيء يا وعندنا نبي يقول لك صوب حي تبي ترى مساجد كويمي ولا فرد دو يمي انت انا ندي ويدي يوكلو ويدي سدا كو جوابتي رو كلا كو جوابه دبي ترى نبي كويري اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه النبي جاء وحي يري وحكى لي إن ما ندارين جبريل بهد يجي لما تنوح إيش هذا إن الله سبحانه وتعالى وإذا كو أمانة يا ملائكة الدحديدة أي الله إيش هذا يقولي سيد ردد بان جو يديني وحق بني سين وحي يا أمانة أنت لك الله أكتي سكجها الشيء يا ملائكة الدحديدة الله إذا كشف شيء حديث كله وإمام الترمذي يبيها قبل وريني أنا عن أنس وسنة كيس فيه مقال إمام الألباني رحمة الله عليه كتب تشهره وتضعيفين يا كويس الدنبنا وتحسينين يا يعني بقول إذا مررتم بالرياض الجنة فارتغوا هذا بيرها الجنة صومرت أن طاقة ولي وهي لا دنو بيرها الجنة إله رسول كيسي ومحي نبي بقول وحلق الذكر وما لا إله إلا هو حصير يعني ما له روح صيها دا دركتو حدافي إيه حكى له إمام البيهقي صحابي قال له إذا عبد الله بن مغفل وكسر أرورينية حديث تاس حنو قادني وصحابك اللي قد يسبه وذا أرورينيسا مدى أبو هريرة أرورينية مدى نسبة أرورينية إذا عبد الله بن المغفل با سوى أرورية مدى بسعيد الخدري حديث تان كان وحنا بيقول ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله ما تردول كل ما يقوى إله حصية إلا ناداهم مناد من السماء إلا السماء دا مديرا وغيرا ومحل غير هذا قوموا مغفورا لكم تاكع إذا كنتم بيجين الله نافي قد بدلت سيئاتكم حسنات حديث كان مركا قوي خورا انت بوديري إمام البيهق صار صاري شيخ الألباني نوصي عيب وقت المامية قد بدلت سيئاتكم حسنات لما داف قرما هاي دم يجينينا ولا دافي سيئات كينينا حسنات بل يجينكو بدلي أي الويل أيها الأحبة هذه استوحينا وآخرين أين نتلمام نقف كمسلم كاهي إنا نكمار من مجالس تاينو فرديه وولي بفرديه وضبط صدق ومركز طوء ما كرى يوم هذا ولذلك ما حديث ورنا يا بواقد الليث في سحاب الأورنجري وكور رمي النبي عليه الصلاة والسلام مساجد كفردية
هو ضد المسلمين تا وحوش شيعية هي صدح إن المساجد كصوغشة صدح دين إن المساجد كصوغلي مدي حلقة دي بو بوس كأكتو وقلو وفرست مدنا بوس بو هرو وإيو انتو حشادو حاجة دمبه وفرستين مدنا وسكتكي مو سوغلين وصدح نين ومد بفعل سمين مدي صفوفتي هو بوك غيب غلي حلقة دين وكمد هذا مدنا وحشادو ودبدو دو فرستين لكن حلقة دي واجوغة مدنا وسكتكي نبي قبر كور كيسين لما يجيبوا حكوي لصحابتي ألا أخبركم على النفر الثلاث حديث الإمام مسلم ما ورينيه صدح دين أركو ما يدين كور ربع هذا اللي يجي أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله بنبي كتلمة مدي إلهي حق يسوء الظلم يا ما هو يدي تبي تري إلهي نوسود وي وكي حلقة فلسطين ما في هنا هذا حلقة تماضه إن أدمير عند الناس كفر إسلام ضد كمد بينتو مال فلسطين لك على طريق الناس كسور دو هذا لفي عام يبقى النبي يقول كل بعضنا فاستحيا وحي الشوض علماء دو حيلا محوك حي الشوض حلقة دا ينو عليك حي الشوض قاب كدو حيلا مايا إنو النبي محمد يا حلقة دا كتك أبوك حي الشوض إنو إلهي ذكر جيس اللي شيء يا عراق كسما يوك حي الشوض فاستحيا الله منه بو النبي يقول عليه الصلاة والسلام في صدحاته حلنا من آخر فأعرض في كلوة جيست فأعرض الله عنه إلهي نوك جيست ليلي حوك جيست حوك جيست عن الذكر ما شفر دي محال لقال جيست يعني ابن عبد البر يا علماء دوا وين وحي ليين ثواب كبال لقال جيست يعني هو كتقي واجب ما يهم بي ليين وقف هنا كتقو عقام ومطه سادر هذا بحث كوحو فسنين وكتقي سنوى أجر وايدي وحيا ينصوش أقرأ يوردنا ها حق الله لغا شيء يدمي كاك على دافية يسيات كاك كان لغوغو بدلي يطمأنينة تهليس يرحمة كدبوليس يملاي وحيا ينشيغي إنه يوردن بدك جيسي إسنين تابا وواي ويا مركا فأعرض الله عنه. أيها الأحبة حلقاتك أما قوبها أما مجالس تادتك يسوي من أيان الدين اللي سوى شيء يو إله اللي هو حصي إله اللي هو هذا القاضي يو رب اللي هو وينين يو نبي عليه الصلاة والسلام اللي هو صلينا يو آخر يا دون حين منفع كتر الدين تشاكتي ليس قلت الماما يو نصوص تقاركود وحي قلت الماما يسين ويهي جهاد كلمتي ولذلك حديث إمام الترمذي ورين يو شيخ الباني حسن قلت الماما يبقى نبي حولي إن مقام أحدكم إن مقام أحدكم في سبيل الله متكين إلهي بيتكي أوقع أي أفضل من صلاته في بيته 70 عاما أي كفض بدن برغي سوكت كان يتضبط السنة عموما وقران كرنا في سبيل الله هنا يتهي محي جهادك وقاسكو سري لكن علماء حيلين حديث كلا تشروس لا إمام الترمذي ورينا يو يعني شيخ الألباني حسن قلت الماما يو شيغي إن طلب العلم يقول إنه في سبيل الله يكرمني ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنك وضح إسوغ الدين فادين يو إنه علم الدينات بقت وضح كاسي في سبيل الله يكتر حتى يرجع كوحيلين لبدا حديث ما كان نسخه قبلنه كيف روح تلمامي وفق في سبيل الله ستة أجين وكفر لبدن يهي صلاة اللي قلت كده قريقة تضبط نصنا دول انت بدن ده صنع كده قريقة اللي قلت كده فرق مساجد اللي قلت كده ثانينا وحو تلمامي أنك علم الرادين إياه إنه في سبيل الله يجي كتشده تمنى إذا هو حلقاتك علم يغفر لقوده وأجرك إنت عليك الصنع ياشا كفر لبدن قريقة اللي قلت كده أما أجرك إنت عليك اه ان في سبيل الله تحي اي علماء التلمامية ولذلك العلماء وحي لهذا مجالس تاسية إمات كودو وما لهنا مسلمين تايس قصحان وقفت مكو مجلس كيمات خطأ ما كان دعي انك الشيخ وحدك يا مكو خطأ ارقام ارضاد بل حدودة والله يسا صحيح ولو ادعي لنا ضفر لذا ما ده الشيخ بيلي حديث بشو أروري المركب باب كاكو صاحب صلاة ربضا مثلا حكم إذا
حديثك النبي عليه الصلاة والسلام سوى خطبة آخرين يا بخاري مسلم بوريين ونكو سوق على وسكا فارسي تبتنا النبي عليه الصلاة والسلام كو يري با ولا برك عدوتكو يعني إن كان سي براكتيكال الله براي ماكو بلشدا ويما دو فرديدا خطبة اللي جيسان يسوي حي لها أيها الأحبة درسي كانوا حنوت المام إنه حوئيان ضدك هذا مجالس تا كصاب سيسان علمك يا ذكرك يا إلهي وينين تيسا ولا فضيت صدق وخدتك انت بضان قرشها وقتشرة هديبة وقرية كبه حماش قد كي ما ده إنه ماله كن في ساي نقطه مقاحي أما قران عيارات أما مال شاكل وهيو هو اللغو اللي خير في القرآن كو ينط المام أيوه كف الصالحين تينيين والذين هم عن اللغو معرضون أما يين لا يشهدون الزور ما يلاها بأنت اللغو هيا إيوه إن أنا اتقين حماها اللغو هيا إن أنا حاضرين لكن هذا واحد مودا مساجد المسلمين تاين يكحوك بنيهين ما يلاها اللهو يقوبها عيارها يقوبها شيكوينكا كوا قوبها ووين قالي وانا ما لها فرق قدر الرضا يا انت الله متكها مقدم بيقول انا دقو اجر هيلي كريلها جرد انا تفرج سطاد اجر كو هيليسة واعتكاف ان يشتو ان دات صالحين يدين الاخرين يسكا اكفر يسطو حتى اهداد متسو بيسي ما يشاكاس وقالا ينتكسو بحي اتكون يحسو بيسي ايا اللي يلوا دقنا يدن بقاك القناة فيا ولذلك مرة بين الدرس كسيبا ديو لكن واحد ربينا تلمامو بدكو مكي هرئو ودنده تنيمي آنو مجتمعات كان يميلهو دحوق واقونين بساكيد داد بيواق دواي يميل هالغو عبادة سنة يوور لغي سيس مركيس مدلة شوقي إلا ملمي واحد مدين تالغا سيد دركي oo qofka ugu ladan waa ka yiraahdaa online ba wax ka yara dhigaystaa waxa ka roon halkan ba ajarada intaa leeg laga helaya oo cibaadada intaa leeg ay ku jirtaa oo diintu ay ku jirtaa oo bulshadu aad ku nafisaysaa xataa psychological kale halkan baa degaysaa oo qofka bini'aadamkii muftiisa xataa ayuu sheegto ka yiraahdaan qoladan psychiatriga wax daweeya جلسات بين قبطان السوريسية وانت بدن دات كان ترامضة يلي باتو ينكون لعانة دباتنا مشكلة دو قبصته ميل بلا فريسية جروب كلا لوك انا يصور رمى على هذا ركا كان بعد نب قبصته كور رمى ولور ارسانة دي حنوكا ماشي بولا صوق علي مشكلة كون عضيه تد كلاو كبدر انو كان وحيسو شاه لعبايا نقرسو ايا ورمى وعافي ما ذا بكاني مركو اركو ان داتكو بكبل هاي بدي عرفت نغلي حتى سايكولوجيكالي شيكذا كو شيكيسا تهلكا كان ايا كون لانتا تهد ميشا كالكا شيكيسا وايو تنو حلقيا بينا تكون نفسستو ان ميشا ناين اد اجر كهلي سفرد قاقا ايا اعتكاف قاقا ادي ستي ايا تشوكتين اد كهلي سو مكا درسي وعاو حقوقو بني هاي ان مجالس الشرق خليس كدائي اما مجالس entertainment kalugu tilmaamay lahu iyo lacabka ku saabsan qofku iska dhaafa muslimka ah meelaha khayrta lagu hayo ama diin lagu baranayo ama ilaahi lagu xusayo salaad lagu tukanayo ama quraan lagu akhrisanayo ama lagu cibaadeysanayo 13 ka shay aynu xadiista ku wadahayna ajarkoodu laga helayo inaynu ka badsanno sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين.